السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمضى نصف قرن من حياته في الحزب الشيوعي وأكثر من 30 عام في المنفى. تبدل الحكام وتغيرت الأنظمة وتعاقبت العهود وتغيرت معتقدات الأحزاب وسياساتها، لكنه ما زال شيوعيا منذ عام 61 وحتى اليوم. ضيفنا الذي سيشهد للتاريخ في هذه الحلقات هو السيد محمد جاسم اللبان، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، فمرحبا به. اهلا وسهلا. مرحبا بك استاذ. شكرا جزيلا. عمرك 18 سنة وصرت شيوعي او اقل. نعم. يعني بال 61 ربما كان انتشار الحزب الشيوعي هو الدافع لانتمائك. في تلك الفترة كان الحزب الشيوعي قد أكل الشارع. نعم، هذا جانب مهم بالتأكيد. يعني ما يسمى بالمد الأحمر في تلك الفترة ووجود الحزب الشيوعي العراقي في الشارع العراقي، هذا جانب بالتأكيد تأثرنا به، لأنه كنا طلاب متوسطة نشارك بالمظاهرات، والمظاهرات تكاد تكون يومية. ولكن باعتقادي الجانب الأهم هو وجود بعض الشخصيات في المدينة تأثرت بهم شخصيا. مثلا يعني مثلا صديقي اللي يعني يكبرني بعدة سنوات، محمد كاظم النهر، حسن العذاري، شخصيات أخرى. النجف؟ لا، بالصويرة. بالصويرة، في مدينة الصويرة، قضاء الصويرة التابع لمحافظة واسط. وهذه الشخصيات كانت محترمة إلى أبعد الحدود، وكانت علاقاتها الجماهيرية واسعة جدا. ولما كنا نسأل عن السبب في هذه الجماهيرية وفي هذه الطيبة والاحترامات تجاههم، يقولون بأنه شيوعي. هذه تدري دكتور، عادة الانتماءات في بلداننا في أكثر الأحيان تجي عن طريق العاطفة، عواطف، عن طريق العواطف. وإحنا يعني هذه القضايا الأخلاقية والقيم الاجتماعية تلعب دور كبير في المجتمعات. بالصويرة شقد كان يعني الحضور الشيوعي؟ حضور كبير جدا، يعني كانت المنظمة واسعة، بالإضافة إلى المنظمات الديمقراطية، يعني اتحاد الطلبة والشبيبة و الرابطة. كانت اكو يعني على صغر المدينة كان. نعم. اكو هناك صراع واضح مع التيارات القومية والبعثية في فترات متأخرة الحقيقة. بال 61 يفترض اكو. نعم، ولكن يعني محدودة جدا. لأنه ليش؟ بسبب ضمور الجانب القومي تقول؟ بالضبط، لأنه عددهم محدود وقلة هم موجودين. بس انتم ايضا عددكم محدود. خلينا نفرق بين اصدقاء الشيوعيين وبين الشيوعيين من تنظيم بالحزب. نعم. الشيوعي اللي كانوا داخل الحزب. نعم، ايضا اعدادهم يعني ليست كبيرة، لكن المتعاطفين مع الحزب ربما اكثر، جمهور الحزب اقصد. هو بالتأكيد يعني الحزب جماهيريته او نفوذه السياسي والجماهيري لا يقاس بعدد اعضاء فقط، وإنما بتأثيره على الناس المؤازرين إلى، على الجماهير المحيطة به. هي الحزب كان مهيمن على الشارع العراقي. تتذكر اللحظة اللي دخلت بها اجتماع؟ نعم أتذكرها. وين الاجتماع كان؟ ومن مسؤولك؟ يعني ومن وياك بالخلية؟ كان عدد من الأصدقاء، يعني أصدقاء الطفولة والشباب أيضا كانوا ضمن الخلية اللي كنت موجود بيها. وكان مسؤولنا اسمه عيسى جمعة الربيعي، هو كان مسؤولنا. أكيد لو معلم، لو مدرس، لو هو لا، كان بعدين صار صاحب مذخر أدوية، كان خريج متوسطة، وكنا في نفس العمر، هو أكبر من عدنا قليلا ولكن قبلنا بالحزب، فهو اللي كان مسؤولنا. وأيضا فاضل علي الحسون كان يعني هو الأب الروحي لنا بالحقيقة، لأنه كان شجاع جريء،
وأيضا يتفنن في مواد الاجتماع، بحيث كان الاجتماع الحزبي يعني قوة جاذبة نتيجة يعني تنوع مواد ومساهمة الجميع في. شنو التعليمات بالاجتماع الأول؟ لو ماكو تعليمات. لا، هو بالتأكيد يعني العلاقة بالجماهير، حب الناس، تبني مطالبهم، الدفاع عن مصالحهم، تجنب المماحكات أو الاصطدامات مع القوى الأخرى، يعني سواء مع الوطن الديمقراطي، لأنه كانت أكو منافسة يعني للسيطرة على الشارع العراقي. مع القوميين أيضا كان التعليمات بتجنب الاصطدامات مع العناصر القومية وحتى مع العناصر البعثية ومع بقية الناس. يعني المهم هو العلاقة بالجماهير وكيفية. كانت أكو نشرات، كتيبات صغيرة أثرت بكم؟ بالتأكيد. شنو بالتأكيد. مثلا أنت أول كتاب فتح عينك على على والله على الفكرة دكتور، شنو؟ هذه مفارقة في الحقيقة، لأنه ما كان عندنا الرؤية السليمة في كيفية البداية بالتثقيف. نعم، الميل الموجود لدى الشيوعي لدى أصدقائهم هو القراءة، وربما نهم في القراءة، ولكن كان تعوزنا يعني الخطوات التدريجية في مجال الثقافة. أنا أول كتاب قرأته فينومينولوجيا الروح، اللي هو ترجمته العربية مسارب الروح، للفيلسوف الألماني هيجل. طبعا في الحقيقة لم أفهم منه شيئا، لأنه طبعاً كتاب فلسفي معقد، وفي بداية وجودنا بالحزب لم أفهم منه شيئا، ولكن بمرور الوقت بدينا نطلع تدريجيا على البرنامج، على النظام الداخلي، على محطات من تاريخ الحزب، على حركة الطبقة العاملة، نضالات الشعب العراقي، ثورة 20، بقية الثورة، وهذه يعني خلقت أرضية مناسبة حتى نستمر في المجال التثقيفي. المفارقة أنه دخلت الحزب الشيوعي باللحظة الفارقة بين في العلاقة بين عبد الكريم قاسم والحزب الشيوعي. نعم. 61 يعني أكثر من 20,000 شيوعي اعتقلوا في زمن عبد الكريم قاسم. نعم. اللي هي نهاية فترة العسل. نعم صحيح. بين الشيوعيين وعبد الكريم قاسم. نعم. وبحدود 250 واحد اغتيلوا أو قتلوا. نعم. من الشيوعيين. صحيح. وطيب أنت في ذلك الوقت. نعم. ألم تسأل أنتوا الجيل اللي بعدكم يعني فتيان فتية. نعم. بعدكم في 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 يعني بدايات الطريق، ألم تسألوا أنفسكم لماذا لم ينسحب الحزب الشيوعي من تحالفه مع عبد الكريم قاسم الذي بطش به؟ لم نكن ندرك هذه الحقائق، يعني هذه ليش الحقائق. يعني ما تسمعونك شيوعي بالسجن؟ صحيح، ولكن بهذا الحجم، بهذا القدر، لم نكن نعرف هذه الأعداد أو يعني حجمهم. إضافة إلى أنه اللي ينتمي للحزب بالتأكيد مستوى وعي، مستوى متدني بسيط، من خلال وجوده بالحزب ممكن أن يطور وعيه السياسي ووعيه الاجتماعي. يعني ما تسمعون أكو رفاق عندكم اعتقلوا؟ أكو رفاق اعتقلوا. ما تسألون نعم ليش؟ بالتأكيد أنه نظام وطني، هذا الرجل وطني نزيه ضد الاستعمار، ولكن كانت تبرر في كثير من الأحيان أن الجهاز الأمني هو موروث من الحكم البائد، وبالتالي هذا يحاول أن يعرقل عمل الحكومة. بمعنى آخر كانت تفسر كما لو أنه تصرفات فردية لا علاقة لرأس السلطة بمثل نتيجة هذه وحدة. التصرف تصرفات فردية أو تصرفات مبرمجة. أي نعم. الحزب قد بطش به بكادره. بلى. النتيجة وحدة. النتيجة وحدة صحيح، ولكن الرأي السائد في تلك الفترة مع الأخذ بنظر الاعتبار حجم التآمر الموجود على الجمهورية وعلى عبد الكريم قاسم هو الذي دفع الحزب إلى التغاضي أو إلى التسامح في هذا المجال رغم وجود هذا العدد. ومثل ما قلت الحقيقة يعني القاعدة الحزبية أو الرفاق الجدد ما كان عندهم ذاك الاطلاع أو ذاك كانت تجيكم الإدراك تعليمات الواسع. عن عبد الكريم قاسم مثلا يعني نعم هل الحزب رؤية يعني رؤية واضحة عن عبد الكريم قاسم؟ الرؤية التي كانت موجودة هو دعم
عبد الكريم قاسم بصرف النظر عن كل تصرفاته. رغم كل هذه التصرفات طبعا كانت تثار في الخلايا والهيئات الحزبية السؤال التالي: إذا كان عبد الكريم قاسم يعتقل الشيوعيين أو لديه مثل هذا النزوع الفردي فلماذا السكوت عليه؟ شنو الجواب؟ الجواب أنه نظام حكم وطني، ونظام الحكم الوطني يتأثر كثيرا سلبيا بالمؤامرات الخارجية والمؤامرات الداخلية، وبالتالي يجب إسناده، يجب دعمه. خطاب عبد الكريم قاسم في مار يوسف، في كنيسة مار يوسف، الذي هو كان الخطاب الذي القشة التي قسمت ظهر البعير، نعم، أو النقطة الفارقة بين الشيوعيين وعبد الكريم قاسم، أنت كنت تذكره؟ أتذكره، نعم أتذكره. هذا على أثر أحداث كركوك أحداث كركوك ألقى هذا الخطاب في كنيسة مار يوسف، هاجم بالشيوعيين واتهمهم بأنهم وراء الأحداث التي جرت في كركوك وأيضا في الموصل. أنتم ما وراء الأحداث؟ أبدا على الإطلاق. من كان وراها؟ وراها الكثير من المتآمرين، يعني وراها شركات النفط، وراها شاه إيران، وراها الرجعية الداخلية، وراها أجهزة الأمن. ولا أقول هذا لأن تحكي بقاموس القاموس الستينات الرجعية لا لا، أكيد ما تزال الرجعية قائمة وما تزال الإمبريالية قائمة، هاي ليست قاموس الستينات، هذه حقائق علمية ومصطلحات سياسية لا يمكن. وهي الإمبريالية، أنتوا لو ما الإمبريالية ما تجوا للعراق. لا بالعكس، نحن ضد تدخل نرجع عنها هاي بعدين، هاي قضية ضد تدخل الولايات المتحدة. بعدكم يسموها إمبريالية؟ طبعا نسميها إمبريالية وما زالت إمبريالية، وهم يقولون إمبريالية، ليس شيوعيين فقط، هم يقولون إمبريالية ولسنا نحن فقط. شو الإمبريالية تقبل تجيب واحد يسوي وزير هو شيوعي؟ خوش إمبريالية هاي ليست هي التي تقبل بمجيء الشيوعي أو عدم الشيوعي، هذه خلطة كانت موجودة، لا يهمهم إن كان شيوعيا. بريمر قابل رفيق عايز محمد على على أن يكون عضو مجلس حكومة يعني متفق، وبعدين اختار الرفيق حميد مجيد موسى. يعني أي ليش اختاره؟ لأنه الرفيق عزيز محمد قال له أنا سكرتير الحزب السابق، إذا أنت تريد تتفاوض أو تتحاور مع الشيوعيين موجود سكرتير للحزب. لا بصرف النظر عن الشخص اللي اختاره، الأمريكان قبلوا أن يجون الشيوعيين بالحكم، يعني قصد على الإمبريالية، هاي القضية نرجع لها يعني، نعم، قفزت للنقاش وقت مبكر. نعم، بال 61 62 كانت يعني عهد عبد الكريم يوشك على الأفول والنهاية. نعم، كان عندكم انتم بالحزب تصور ان عبد الكريم سيسقط؟ لا بالتاكيد لم يكن مثل هذا التصور، لانه مثل ما تعرف دكتور 39 حركه انقلابيه او مؤامره ضد عبد الكريم قاسم، 63 8 شباط هي التي نجحت، وهذه يعني هذا العدد الكبير من المؤامرات ومن الانقلابات العسكرية يعني جعل الآخرين يتصورون أن هذا النظام لا يمكن إسقاطه بمثل هذه السهولة، رغم أنه بالسنوات الأخيرة بدأت عزلة النظام تكاد تكون واضحة قياسا إلى الفترات السابقة، وهذا التساهل وعفى الله عما سلف كان أكو تقديرات لدى الحزب وقيادة الحزب بأنها ربما تؤدي إلى انهيار النظام وإلى القضاء على الجمهورية. لو كنت بهذا الوعي، لو أن وعيك الحالي قد رحل إلى 1961، نعم، هل تتحدث بالقناعات ذاتها؟ لا بالتأكيد، بالتأكيد المسألة تتعلق بمستوى الوعي بالإضافة إلى الظروف والعوامل الداخلية والخارجية. يعني لو وعيك الحالي بال61، نعم، هل تدعو للإطاحة بقاسم واستلام السلطة؟ نعم نعم بدون تردد، لأنه ما قاله الشهيد جلال الأوقاتي كان عين الصواب. ايش قال جلال؟ قال إذا بقى
عبد الكريم قاسم في السلطة سوف يدمرنا ويدمر نفسه. يعني من قال هذا الكلام؟ قالها أمام الحزب وقالها أمام مجموعة كبيرة، وكان أول من قتل، أول ولذلك أول من قتل وكان يعني نقطة الصفر لبدء الانقلاب، ساعة الصفر. نعم، يوم 8 شباط. زين ليش أنت الآن بهذا الوعي تقول لو عدت ذاك الوعي بذيك الفترة بهذا الوعي تكون عندي منطلقات يعني أخرى؟ ليش القيادة اللي كانت أكيد تتمتع بوعي في ذلك الوقت وتجربة وخبرة، ليش ما يعني ما تبلورت عندها هاي الرؤية؟ قصور لو تواطؤ؟ لا، القيادة كانت غير موحدة في تلك الفترة. يعني هناك رفاق في قيادة الحزب على رأسهم الشهيد سلام عادل وجمال الحيدري ورفاق آخرين كانوا مقتنعين بضرورة إزاحة عبد الكريم قاسم من السلطة، ولكن الأكثرية الموجودة في المكتب السياسي واللجنة المركزية لم يكن هذا رأيها، ولذلك المسألة بقيت معلقة وجرى اختيار الشعارات اللي كانت تعبر عن حجم هذا الخلاف اللي موجود داخل قيادة الحزب. لم تكن القيادة موحدة، بس هذا ما كان ظاهر، ما كان ظاهر. نعم، يعني أي واحد يدرس تاريخ الحزب الشيوعي العراقي، وحتى حنا بطاطو من كتب عن تاريخ الحزب الشيوعي العراقي، نعم، ما كان هذا يعني هذه الجزئية موجودة. يعني بالنسبة إلى حنا بطاطو لم تكن واضحة إلى المؤلفين الآخرين، وعنده جزء خاص اسمه الحزب الشيوعي العراقي في كتاب، نعم، لكن في الكتابين اللي ألفتهم ثمينة ناجي يوسف زوجة سلام عادل، زوجة الشهيد سلام عادل، هذه المسألة كانت واضحة، يعني حجم الخلاف وطبيعة الخلاف حول السلطة تحديدا وحول عبد الكريم قاسم كانت واضحة فيها. نعم، هل كان سلام عادل قد نحى منحا منحة استبدادي؟ لا، بالعكس، هو استطاع بجهوده الذاتية ومساعدة رفاقه في اللجنة المركزية أن يعيد وحدة الشيوعيين العراقيين. عندما أجا سلام عادل توحد الحزب الشيوعي كانت راية الشغيلة تنظيم آخر شيوعي، وكانت أيضا مجموعة أخرى بقيادة عزيز شريف اسمها وحدة الشيوعيين، استطاع من خلال صبره ومن خلال سعة أفقه ومن خلال مرونته استطاع أن يوحد الشيوعيين من جديد وأن يعيد الألق و يعني شخصية بقوة سلام عادل بقوته والكاريزما اللي كان يمتلكها ما كان يقدر يوحد الحزب باتجاه رؤية موحدة إزاء النظام؟ لا، بالتأكيد، يعني هو بذل جهود كبيرة وكان منو اللي كان ضد إسقاط النظام؟ اللي كانوا مجموعة من يعني مثلا الفقيد عامر عبد الله ضد، يعني كان يعني مثلا بهاء الدين نوري، زكي خيري، آخرين كانوا ضد. هل كان لهؤلاء امتيازات معينة؟ لا، لم تكن هناك امتيازات في الحقيقة، ولكن يعني تقديراتهم ومستوى الوعي في تلك الفترة، إضافة إلى الصراع الحرب الباردة اللي كانت موجودة بين الاتحاد السوفيتي والبلدان الاشتراكية وأمريكا، وبالتأكيد هذه أيضا كانت تأثير على مواقف بعض الأحزاب الشيوعية، وخاصة فيما يتعلق بالسلطة والمخاطر التي يمكن أن تتمخض عن استلام السلطة من قبل حزب شيوعي في منطقة ملتهبة مثل منطقة الشرق الأوسط. هكذا كانت التقدير. كان عندكم أنتم كشباب حلم استلام السلطة، أن يجي الحزب الشيوعي للسلطة، الحزب الشيوعي بالحكم مطلب عظيمي، بعدين طلعت هاي. أي، هذا الشعار رفع من قبل الجماهير في مظاهرة 1 أيار 1959. بالتأكيد كان هناك طموح، والكثير من الناس كانت تأمل وتحلم بأن يكون. أنت كنت تحلم أن يجي الحزب الشيوعي؟ بالتأكيد، بالتأكيد. من أجهض هذا الحلم؟ ليس بمعنى إجهاض الحلم، ولكن يعني سياسة الحزب هي كانت هكذا، رغم وجود خلافات
بهاي اللحظة الآن الآن تحمل مسؤولية يعني وصول الحزب الشيوعي إلى ما وصل إليه من انشقاقات ومن تهميش لشخص لقيادة الحزب الشيوعي فترة معينة؟ لا، هي بعد ثورة تموز لم تحدث انشقاقات، يعني الانشقاقات كانت في فترة إعدام فهد ورفاقه، حصلت انشقاقات عديدة. من طلع عجز الحاج؟ نعم، هو الانشقاق الوحيد الذي حصل في 17 داود الصايغ سوى حزب، سوى عبد الكريم، هم انشقاق. لا، هذا مو انشقاق، لأنه أصلا داود الصايغ كان مطرود من الحزب الشيوعي العراقي، وعبد الكريم قاسم ما راد يعطي الإجازة للحزب الشيوعي، جاب داود الصايغ وسوى هو مسؤول الحزب الشيوعي، وأعطى الإجازة باسمه لكي لا يعطي الإجازة الرسمية للحزب الشيوعي العراقي. لم يكن داخل الحزب حتى يقود انشقاق، وكان يعني مثل ما يقولون بطرق نفسه، كان ما عنده يعني مجموعة من الرفاق أو من اللي يأيدون خطه. شنو كان تأثير عجز الحاج على من رفع راية الكفاح المسلح؟ تأثير خطير، تأثير خطير وسلبي جدا على الحزب الشيوعي. نعم، وين خطورته؟ وين تكمن خطورة؟ تكمن خطورته لأنه الحزب الشيوعي بدأ يلملم جراحه، وبدأ يعيد نشاطه، وبدأ يستعيد جماهيريته، وأيضا كان حاسم الأمر في اجتماع اللجنة المركزية الذي حصل في نيسان 65 باستلام السلطة من خلال خطة ما يسمى بالعمل الحاسم، يعني انتفاضة شعبية مسلحة. هاي شو وقت وضعت الخطة؟ 65؟ هاي من 65، وكان الحزب يتهيأ بإمكانياته وباستعادته لنفوذ الجماهيري من أجل استلام السلطة، وأيضا كانت عنده محاولات لتكوين جبهة وطنية واسعة من القوميين والديمقراطيين والوطنيين الآخرين. جاء هذا الانشقاق فدمر كل شيء وأجهض هذا المشروع، سواء ما يتعلق باستعادة الحزب لشعبيته وجماهيريته أو ما يتعلق بمشروعه. عزيز، فعلا شق الحزب شق حقيقي؟ نعم نعم، يعني أكثرية رفاق الحزب ذهبوا مع عزيز الحاج. أكثرية؟ نعم نعم، أكثرية الحزب ذهبوا مع عزيز الحاج في انشقاقه. قبل عزيز الحاج 63 من صارت؟ نعم. تفاجأتوا؟ لم تكن مفاجأة بمعنى المفاجأة، ولكن يعني كيف يعني كنتوا تتوقعون بعثين راح يجون؟ نعم، نتيجة يعني الانقلابات والمؤامرات بالتأكيد، يعني هذا وارد ضمن الاحتمالات الموجودة. ما تفاجأنا معناها أنتم. ولكن نجاح الانقلاب هو الذي كان مفاجئا، لأن التقدير الموجود أن لدى الحزب الشيوعي العراقي ولدى عبد الكريم قاسم من القوة، سواء داخل القوات المسلحة أو في صفوف الجماهير، ما يستطيع في يعني سويعات قليلة من إجهاض أي حركة انقلابية. مع الأسف هذا الوهم. منيلكم هذا التصور؟ نعم، منيلكم هذا التصور؟ لأن على شنو مبني؟ مبني على أساس الإمكانات الموجودة لدى الحزب ولدى عبد الكريم، يعني الغالبية العظمى من الضباط، من ضباط الصف، من الجنود، يؤيدون الحزب ويؤيدون عبد الكريم قاسم، والانقلابيين في تقدير الحزب في تلك الفترة أنهم كانوا قلة ولا يستطيعون إنجاح أي حركة انقلابية. رب قلة قليلة غلبت كثرة كاثرة. نعم، هو هذا اللي حصل مع الأسف الشديد، هذا اللي حصل. طيب، من حصل يعني ما كان بالإمكان الحزب الشيوعي أن يجهض هاي الجماهيرية الواسعة، كانت جماهيركم على الأقل أصدقائكم جمهوركم بالملايين. هو لاحظ دكتور، يعني أيام الانقلاب وحتى قبل الانقلاب بشهور عديدة بدأ النظام ينعزل، يعني جماهيريته بدأت تضعف، ليست كما كانت في السابق. ثم شنو أسباب العزلة؟
باختصار قبل الفاصل، شنو يعني أسباب العزلة؟ أسباب العزلة هي هذه السياسة، يعني سياسة فرق تسد التي اتبعها عبد الكريم قاسم. يعني عبد الكريم قاسم شو يسوي؟ جنرال ضابط يعني لا يمتلك من الخبرة السياسية شيء، وأصبح في مرمى صراع الأحزاب يعني بينكم وبين البعثيين والناصريين وحركة القوم العرب وإلى آخره، وهو ما عنده حزب. مشكلة عبد الكريم قاسم أنه حاول أن يستثمر الخلافات بين الأحزاب لكي يبقى هو المرجع بالنسبة يعني إلى بقية الأحزاب السياسية. أي واحد بمكانه رئيس وزراء ضابط ما عنده حزب، يعتمد على الشارع على القاعدة الجماهيرية، وأكيد يستثمر الخلافات بين الأحزاب. إذا صار مال لحزب من الأحزاب اتهمه بالتحزب. لا، هي المسألة ليست هكذا دكتور. يعني رغم أن البعثيين والقوميين بشكل عام يعني ضربوا وحاولوا اغتياله في شارع الرشيد، كنا نتذكرها، تسامح أبعد كل العناصر المخلصة إلى والقرية، سواء كانوا شيوعيين أو ديمقراطيين أو مستقلين، وأتى بالمتآمرين وضعهم في المراكز الحساسة، سواء قادة فرق أو قادة حركات عسكرية أو حتى سكرتارين شخصيين إلى، وقربهم من عنده، وهو الذي قدم السلطة على طبق من ذهب للمتآمرين. نتيجة هذا السلوك غير المنطقي غير المعقول، ونتيجة ثقة الزائدة يعني الزائدة بنفسه. إذن وقفة قصيرة ونتواصل معك أستاذ محمد جاسم اللبان. مشاهدينا الكرام، وقفة ونتواصل مع ضيفنا ليكمل شهادته للتاريخ. مرحبا بكم ثانية. 8 شباط اعتقلت؟ نعم اعتقلت. من الصوير أخذوك لو وين كنت؟ اي بالصوير. نعم. وين اي سجن أخذوك؟ اول مرة في مركز شرطة الصويرة، ثم بعد ذلك نقلونا الى سجن الكوت. كان عمرك 20 سنة تقريبا؟ 18 سنة. نعم. سجن الكوت، منو كان هناك وياك بسجن الكوت الشهير؟ كانوا مجموعة من الشباب، احنا اخذونا بتهمة العمل على إعادة التنظيم الحزبي. ورش قد من الانقلاب اخذوكم؟ احنا اخذونا في شهر في آب. يعني بعد آب. نعم، آب او نهاية تموز 1963. نعم. تهمة شنو؟ نعم، بتهمة شنو؟ إعادة التنظيم؟ بتهمة إعادة التنظيم. كان في سجن الكوت شيوعيين معروفين كان ذاكم؟ بذيك الفترة؟ اي لا، ما كانوا يعني مرحليهم إلى سجون أخرى. عرفتوا أن قيادتكم أبيدت؟ نعم كان يعني الأخبار تترى، سواء عن طريق الإذاعة والتلفزيون أو عن طريق يعني حتى الإشاعات اللي كانت موجودة. نعم، التصفيات كانت مستمرة على قدم وساق، وإحنا نشاهدها بعيوننا يعني حتى في مدينة صغيرة مثل مدينتنا، بالإضافة إلى من قتل بمدينتكم؟ يعني أعداد كبيرة جدا من أبناء المدينة جرى سجنهم وتعذيبهم، وجرى نقلهم إلى سجون أخرى بما فيها يعني سجون نقرة السلمان والكوت. أنت شايف سلام عادل؟ لا، ما لحقت عليه. شنو وقع مقتل سلام عادل على الحزب؟ بالتأكيد وقع كبير جدا، و يعني حزن لف الجميع، ولكن من ناحية ثانية اللي كنت ألمسه أن أعداد غير قليلة من شباب الحزب دفعتهم يعني هذه الجريمة إلى أن يحاولون النهوض بالواجب وإعادة تنظيمات الحزب من جديد، رغم افتقارهم إلى الخبرة التنظيمية الحزبية، ولذلك كانوا يعني لقمة سائغة ووقعوا بسهولة في أيدي الحرس القومي وأيدي الشرطة في ذلك الوقت. من قفز إلى الواجهة بعد إعدام سلام عادل؟
بالقيادة؟ كان القيادة اللي شكلت بعد استشهاد سلام عادل تتكون من الشهيد جمال الحيدري، وكان عضو مكتب سياسي. جمال قتل أيضا؟ جمال قتل في 20 تموز، يعني بعد انتفاضة حسن سريع. جمال الحيدري 63، بس الفترة بين استشهاد سلام عادل واستشهاد جمال الحيدري، هو كان جمال الحيدري محمد صالح العبلي وأبو سعيد عبد الجبار وهبي، هم اللي كانوا يشكلون القيادة ويحاولون أن يجمعون ويلملمون منظمات الحزب وربطها ببعضها. قتل جمال الحيدري وصارت حركة، يعني أثناء حركة حسن سريع الشهيرة، وين كنت أثناء حركة حسن سريع؟ بالصويرة. بس ما زلت بالصويرة؟ نعم كنت بالصويرة. نعم. يعني الفترة بين 63 إلى 68 هاي فترة بعد ما أجا عبد السلام عارف ب 18 تشرين، نعم، سوى انقلاب على البعثيين. هاي فترة كانت يعني بيها جانب يعني رخو. نعم. كان بإمكان أي حزب نشط، أي حزب عنده فطنة سياسية وعنده خطط سياسية، أن يصل للسلطة، وخاصة فترة عبد الرحمن. نعم، فترة عبد الرحمن كانت هي الفترة الذهبية لأي حزب ممكن يصل للسلطة. لا، مو الفترة الذهبية دكتور، لأنه هاي الأنظمة هي كلها يعني أنظمة استبدادية. لا، الفترة الذهبية للوصول للسلطة، ما كان مستبد الرجل عبد يسوي انقلاب عليه يحلفهم بالقرآن يقولوا بعد ما. نعم نعم، ولذلك أنا قلت انشقاق عزيز الحاج هو الذي أجهض مشروع الحزب والاستلام السلطة في تلك الفترة. نعم، كانت الظروف مهيئة وكانت السلطة ضعيفة وبإمكان. أنت جيت البغداد أي سنة؟ على طول يعني. لا لا، قبل أنت كمل الدراسة؟ أي مكمل الدراسة. كلية؟ كلية بغداد؟ نعم. بلي. وين؟ في جامعة المستنصرية. بأي سنة جيت؟ جيت بالسبعين. بالسبعين؟ يعني كانوا البعثيين جايين إلى السلطة. إيش أنا والبعثيين جاء. لا، قبل مجيء البعثيين، يعني فترة عبد الرحمن عارف يقال. نعم. إن البعثيين قد عرضوا قضية يعني الانقلاب أو الثورة. صحيح. على الحزب الشيوعي. صحيح. هل هذا صحيح؟ صحيح، نعم. البعثيين كانوا كما هو معروف جناحين، ما يسمى بجناح اليساري اللي أيد سوريا، وما يسمى بجناح اليميني يعني جماعة البكر وصدام والحردان التكريتي والآخرين. هؤلاء نعم عن طريق البكر عرضوا على الحزب المشاركة. علي من من الحزب؟ منو؟ كان مكرم الطالباني في وقتها. يعني معناه ذلك انكم استشعرتم ان البعثيين ربما يعودون ثانيه. نعم نعم، يعني هذا حزب ذاق الامرين من حزب يعني يعتبره هو خصم. نعم. تقليدي، وهذا الخصم التقليدي راح يجي. نعم. ومدجج بالحراب والخناجر والمدي لذبح الشيوعيين ثانيه. نعم. وحده من اثنين، لو احبط المحاوله، لو اكشف المخطط، لو اقفز على السلطه قبل ان يستلم هو. هذا المنطق. يعني كل هذه الاحتمالات كانت غير ممكنه. ليش؟ غير ممكنه لانه استلام السلطه بسبب الانشقاق وتدمير امكانيات الحزب الذاتيه وتحالفاته اصبح من الصعب جدا استلام السلطه. الجانب الآخر إحباطه، كيف يمكن إحباطه؟ ليس لدينا يعني قوة عسكرية، ثم كما تعلم حضرتك كيف تم تسليم السلطة إلى حزب البعث من خلال الضباط الكبار اللي كانوا متعاونين وهم قادة يعني الحرس الجمهوري. الوشاية السياسية هنا مشروعة. نعم. ولا ما مشروعة؟ إحنا هذه نرفضها. شنو ترفض؟ نرفض يعني يعني عدوك راح يجي للسلطة يا أخي، شنو ترفضها؟ عدوك راح يجي للسلطة. لم نمارس هذا الأسلوب في الوشاية السياسية لا بالبعثيين ولا بغير البعثيين. النظام إذا كان قادر على حماية نفسه أهلا وسهلا، هو يحمي نفسه،
أما نحن نقوم بالوشاية ونكون مخبرين لهذا النظام حتى ضد خصومنا. بس دماغكم لم تجف بعد يا أخي. حتى ضد خصومنا. دماغكم من 63 بعد ما جفت. نعم، ولهذا السبب، هذا السبب الرئيسي في عدم التعاون مع البعثيين. لأنه وتعاونت وياهم بعدين شو الفائدة؟ لا تعاوننا في ظروف أخرى تختلف تماما. اي بس تختلف. كان المفروض يعني اما تمنعوهم ما يجون، تستخدمون الوشايه السياسيه، كل الطرق مشروعه مثل ما هم استخدموا كل الطرق. نعم، هم يستخدمونكم، وبالنسبه لهم الغايه تبرر الوسيله. لا، اكو تكتيك، يعني ليش سميها غايه تبرر؟ اكو تكتيك بالعمل السياسي. لا، هذا 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 مو التكتيك. احنا من وجهه نظرنا يجب ان يكون ايضا ببعد اخلاقي، ببعد انساني، ولكن عندما تداس على كل القيم، على كل المفاهيم الأخلاقية، بالتأكيد هنا تجي يحضر ميكافيلي ومقولته الشهيرة الغاية تبرر الوسيلة، وهذا كان ديدن البعثيين يعني في كل تحركاتهم وفي اتفاقاتهم وفي تحالفاتهم، الغاية تبرر الوسيلة، المهم أن يصل إلى هدفه بأي طريقة مشروعة غير مشروعة. وين كنتم من الخارطة السياسية أبان وجود الاتحاد الاشتراكي؟ كان الحزب ما زال يعاني من آثار انقلاب 63، ولكن بدأت منظمات الحزب ترتبط بالمركز مجددا، الكثير من المنظمات، ولكن ليس كل المنظمات الحزبية، فكانت بداية للملمة صفوف الحزب وإعادة بناء منظماته من جديد وتعويض الكادر الذي سقط في سوح النضال في تلك الفترة. وكان مطروح على الحزب الذوبان في الاتحاد الاشتراكي كما جرى في مصر وكما جرى في الجزائر. من طرح عليكم هذا؟ طرحت من قبل الحكومة في تلك الفترة، وأيضا من قبل يعني السوفيت كان يؤيدون هذا المشروع، لأن الحزب الشيوعي المصري على اعتبار أن عبد الناصر كان يعني زعيم ثوري وقائد وطني، الحزب الشيوعي السوري عربي حل نفسه أيضا في فترة انضموا إلى الاتحاد الاشتراكي العربي في تلك الفترة، وأرادوا أن تكرر التجربة في العراق، ولكن موقف الحزب كان موقف واضح وحازم في هذه المسألة، رفض الانضمام إلى الاتحاد الاشتراكي والذوبان في هذه المنظمة الهزيلة اللي كانت فيها. على ذكر الاتحاد السوفيتي، ما تعتقد بهاي الفترات الحقب اللي مرت؟ نعم. الاتحاد السوفيتي غير جاد أو غير راغب بأن يقفز الحزب الشيوعي إلى السلطة، أو غير مشجع؟ نعم، الأحداث تقول هيك. هم دكتور، هم ينظرون إلى مصالحهم كدولة عظمى بالتأكيد. هذا الكلام هسه تقول أنت بعد نصف قرن، بس بوقتها ما كنت تقولوه. لا، احنا بالتأكيد بوقتها كنتوا تصلون باتجاه قبلة موسكو. لا لا، لم نكن نصلي لا باتجاه قبلة موسكو ولا باتجاه قبلة أي بلد آخر، باتجاه قبلة شعبنا كنا نصلي. وإذا أعدد لك المواقف التي اختلفنا فيها مع الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي. طيب فد اثنين ثلاثة بالله. أجيب لك. أول مثال هو هذا الاتحاد الاشتراكي الذين يعني السوفيت أو الحزب الشيوعي السوفيتي، وخاصة بعد زيارة خروشوف إلى مصر ولقائه بعبد الناصر والقادة المصريين، كانوا راغبين جداً في أن الحزب الشيوعي العراقي يحل نفسه ويكرر تجربة الحزب الشيوعي المصري، انطلاقا من خلل فكري، من خطأ فكري كما نعتقد، لأنهم يعتقدون أن ما يسمى بالديمقراطية الثورية، يعني البرجوازية الصغيرة، تستطيع من خلال قيادتها نقل البلد إلى الاشتراكية دون الحاجة إلى المرور بالمرحلة الرأسمالية، مستندين في ذلك إلى إشارة من ماركس بأن المشاعية الروسية ممكن أن تنتقل إلى الاشتراكية إذا ما كان هناك مركز متطور يدعمها دون الحاجة إلى المرور بالرأسمالية. انطلاقا من هذا الخطأ الفكري كان يحبذون
أن الأحزاب الشيوعية تنضم إلى هذه الأحزاب ما يسمى بانقويسات الديمقراطية الثورية، وهي أحزاب قومية لكي تنتقل إلى الاشتراك. الحزب الشيوعي رفض هذا رفض قاطع. مثال آخر، الكفاح المسلح بعد انهيار الجبهة واضطرارنا إلى خوض الكفاح المسلح، السوفيت كانوا معارضين به تماما. يعني تقصد بعد 78؟ بعد 78 و79، وحتى بالنسبة إلى داود الصايغ، داود الصايغ عندما أجهز باسم الحزب الشيوعي العراقي من قبل عبد الكريم قاسم، جاءت رسالة إلى الحزب الشيوعي العراقي بتوقيع ميخائيل سوسلوف وهو منظر الحزب الشيوعي السوفيتي. اللي كنتوا تسألوا أنتوا بين فترة وفترة تأخذ منه فتاوى؟ لا لا، ليست فتاوى ليست فتاوى، ولكن في إطار الحركة الشيوعية. مرجعية فكرية عندكم؟ شنو؟ لا، ليست مرجعية فكرية، لأن المرجعية الفكرية انتهت في عام 43 عندما حلت. يا أخي شيوعيين أستاذ محمد، شيوعيين كبار ومخضرمين بالحزب قالوا من يصير إشكال نكتب إلى سوسلوف. نعم، يصير تشاور بالتأم، ليس فقط إلى الحزب الشيوعي السوفيتي، كنا نتشاور مع الحزب الشيوعي السوري، مع الرفيق خالد بقداش، مع الرفاق في الحزب الشيوعي اللبناني، هذه المشاورات موجودة. إضافة بس إلى المرجع على سوسلوف كان بالتأكيد طليعة الحركة الشيوعية، الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي، ولكن هذا لا يعني أنهم مرجعية وأن الحزب الشيوعي يأخذ بكل ما يقوله، بل لم تطرح ولا مرة في تاريخ الحزب الشيوعي العراقي بصورة رسمية في أي اجتماع من اجتماعات اللجنة المركزية موقف الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي، لكن الأجواء كانت موجودة ومن خلال وسائل الإعلام، من خلال أكو الحزب الشيوعي السوفيتي سوفيت أكثر من السوفيتيين، وأكو يعني بالحزب الشيوعي نفسه أكو ناس يميلون للسوفيت بالتأكيد، وأكو ناس ينؤون بنفسهم بالتأكيد. بالتأكيد كان هناك العديد من الرفاق، يعني على سبيل المثال للحصر، خالد بقداش كان لا يستطيع أن يقول يعني الدول الاشتراكية إذا لم يقرنها وفي طليعتها الاتحاد السوفيتي العظيم. العظيم، العظيم، يعني كان الكثير من القادة يعتقدون بأن الأفهم والأعلم والأكثر خبرة هم الشيوعيين السوفيتي. وانتو عندكم منو خالد بقداش الثاني؟ العديد من الرفاق، لا أتذكر رفيقا محددا، ولكن بالتأكيد كانت هذه الحالة موجودة في كل الأحزاب الشيوعية، هذه الحالة موجودة ولا يمكن يعني نكرها. يعني بمعنى آخر، الاتحاد السوفيتي لو خير بين مصالحه العليا وبين التفريط بالشيوعيين يفرط بالشيوعيين، تجي تقول صارت في مناسبات عديدة الأولوية للمصالح الدولة السوفيتية، وهذه لم تأتي عبثا. الاعتقاد السائد أو الرأي السائد لدى الحركة الشيوعية العالمية كان في السابق أن هناك جبهتان، جبهة التقدم والاشتراكية بقيادة الاتحاد السوفيتي، وجبهة الإمبريالية والرجعية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يجب أخضاع الجزء إلى الكل، بمعنى ممكن التضحية بمصالح شعب من الشعوب، بمصالح بلد من البلدان، إذا كان يخدم مصالح الحركة الشيوعية العالمية. وهذا إحنا نعتقد يعني بالحقيقة بعد المؤتمر الخامس وبعد أن هاي الثنائية كانت ثنائية خاطئة وغير صحيحة، لأن النضال ضد الإمبريالية، ضد الرأسمال الاحتكاري، لا يتناقض على الإطلاق مع النضال من أجل الديمقراطية، من أجل العدالة الاجتماعية، من أجل حقوق الشعب المعني، أحدهما يكمل الآخر. ليس من الصحيح وضعهم في تعارض
بين هذين الهدفين. بهاء الدين نوري روى لي في ضمن برنامج متلفاز ان السوفيت ابلغوا يعني قادة باللجنة المركزية والحزب الشيوعي ومن بينهم مكرم الطلباني، ابلغوه بالمخطط الكامل لمؤامرة عبد الغني الراوي وقالوا له تنقل هاي المخطط للبكر. وذهب فعلا مكرم ونقل المخطط للبكر. تعتقد ليش يعني السوفيت يردون يجاملون نظام البعث على حسابكم؟ عبد الغني الراوي يعني المعروف عنه شخصية من أكثر الشخصيات المعادية للشيوعية، وأعتقد الكل يتذكر إيه شخصية يمينية معروف يعني، مو بس يمينية إنما كان شخصية حاقدة، وكان الاعتقاد السائد أن وراء هذه المؤامرة شاه إيران. ليش يروح الاتحاد السوفيتي يعني يخبر البعثين به؟ يعني احنا هذه بالحقيقة غير مؤكدة من قبل الحزب، يعني قادة الحزب لا علم لهم بهذه المسألة. بهاء الدين نوري كان قيادي مهم. نعم هو نعم روها الرجل صحيح، ذكر اسم مكرم وقال السفارة السوفيتية هي أرسلت على مكرم على شخص آخر. نعم. وبلغوا انطول المخطط. السؤال اللي يطرح والبكر بعد ما سلم المخطط أقسم. نعم. قال لن أؤذي شيوعيا بعد الآن. ايه بالسبعين وراها بدت ووفى وأوفى بما تعهد به. يعني السوفيت لماذا يعني يطلبون من بهاء الدين نوري أو من مكرم الطالباني؟ هم علاقاتهم كانت متطورة، علاقة متطورة جدا مع البعثيين كانت، فلماذا لم يخبروا البعثيين بشكل مباشر؟ يريدون أن تصل رسالة من خلال الحزب الشيوعي العراقي حتى يكون تقارب يعني. ربما، ولكن الرفاق الموجودين في قيادة الحزب لا علم لهم بهذه المسألة، يعني غير مؤكدة من قبلهم، يعني سواء في أحاديثهم أو حتى في الجلسات الخاصة يأكدون أنهم. كيف كانت الأجواء قبل مجيء البعثين 68؟ يعني شنو الخيارات اللي عندكم أنت بال 68 يعني على وشك أن تدخل كلية وبلغت. نعم. من يعني النضج السياسي والحزبي. نعم. مرحلة يعني كنت تقرأ الواقع زين. التهيئة كانت مستمرة، ونفوذ الحزب جماهيريته بدت تعود، وأيضا مظاهرات كانت يعني الحزب يقودها، مظاهرات كبيرة، وكان الضغط مستمر على السلطة من أجل إطلاق سراح الموقوفين، من أجل تعديل المسيرة السياسية، وأيضا التهيئة في نفس الوقت للمشروع الرئيسي في سياسة الحزب وهو استلام السلطة. كان مشروع عندكم؟ مشروع نعم موجود والحزب يعمل عليه. خليتوا مخطط سيناريو؟ نعم بالتأكيد. شنو يعني من عسكريين مدنيين من يسوي؟ هناك عسكريين موجودين، وهناك أيضا قوى مدنية كانت معدة للمساهمة في هذه الحركة. متفقين والاتحاد السوفيتي يدعمكم؟ والاتحاد السوفيتي يدعمكم؟ لا، هو ويا الاتحاد السوفيتي ما صار حديث في هذه المسألة، لأنه كانت في طور الإعداد، وكنا نعول، الحزب كان يعول على يعني سعة نفوذه وسعة جماهيريته، وأيضا إيجاد الركائز المسلحة اللي ممكن أن تساهم بمثل هذه الانتفاضة، ولكن هذا الانشقاق كما قلت هو الذي أجهض هذا المخطط. بمعنى آخر أنه الحزب كان يعني بدأ يستعيد عافيته تدريجيا على الصعيد الجماهيري، على الصعيد السياسي، على صعيد تماسك القيادة، وبدأ يسعى من أجل تطبيق انشقاق عزيز الحاج. هل هو بسبب خلاف بين عزيز والقيادة أم أنه اجتهاد؟ لا، هو تفسيرك الآن بعد. هو بالحقيقة كان إلى أرضية فكرية، يعني إلى خلفية فكرية. وهي الخلفية الفكرية، الرأي السائد اللي كان موجود أن سياسة الحزب كانت سياسة يمينية، سواء في زمن عبد الكريم قاسم أو ما يسمى بخط آب الذي أجهض
من قبل القاعدة الحزبية أساسا، وهذا الرأي يكاد يكون يعني واسع الانتشار في صفوف المنظمات الحزبية. اللي قاد الانشقاق عمليا هي منظمة بغداد، وعلى رأسها عزيز الحاج. عزيز الحاج التحق بها بالفترة الأخيرة لأنه هو كان في إبراغ يعيش، ولكن جرى تقديمه في تلك الفترة إلى عضوية المكتب السياسي، ورحل يعني أعيد إلى العراق لكي يقود منظمة بغداد. فهاي الخلفية الفكرية اللي موجودة في منظماتنا الحزبية وتحديدا في منظمة بغداد وقيادة منظمة بغداد ساهمت إلى حد كبير في إنجاح هذا الانشقاق، خاصة وأنه رفع شعارات ثورية وأعلن الكفاح المسلح على النظام ومن أجل استلام السلطة، وأيضا أوجد نواتات في الأهوار كما هو معروف. جماهير الحزب كانت متعاطفة ويا الحاج ويا عزيز الحاج؟ غالبية المنظمات والرفاق نعم عاطفيا، اي عاطفيا اندفعوا، لانه يعني هناك رغبة عارمة في ان يكون للحزب دور قيادي او يستلم السلطة ويخوض كفاح مسلح من اجل الوصول الى السلطة. اذا انتهى زمن الحلقة الاولى استاذ محمد جاسم اللبان، لنا معك حلقة أخرى. مشاهدينا الكرام، شكرا لإصغائكم، نتواصل معكم ومع ضيفنا الأستاذ محمد جاسم اللبان في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.